الكوكبة اللي بتآمن إنه السيد المسيح مرق فيها عم تستعد لاستقباله بيوم ميلاده. الإحساس مع جيرانا اللي عم بيطالون القصف الإسرائيلي خلى أهلها يختصروا الزينة، لكن بركة العيد ظلت حاضرة بشجرة الميلاد والمغارة المتواضعة بساحة الضيعة. عم تدخل الضيعة بتلاقيك ماري وبتخبرك إنه لكوكبة مكانة خاصة، فكيف لو بعيد الميلاد؟ خلقت هون وربيت هون وكل حياتي هون، أكيد بدي أحب هون. عيد الميلاد أي منزينة لأنه عيد الميلاد منعمل المغارة فيها، منستقبل يسوع، كل التراتيل الحلوة ليسوع وللعذراء. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبداً، يسوع أنت من أريد. كرمال هيك أنت بقي هون؟ شو أمنيتك لهالعيد؟ أمنيتي السلام، أحلى أمنية السلام. بالسلام الموجود بوجهة بتمنح ماري زوار كوكب الأمل، فتجارب الحروب اللي مرقت على السيدات اللي من جيلها بتزيدن صلابة، حتى ولو أثرت على مصدر رزقن بشغل المون التقليدية اللي بينطروا من عيد لعيد. السنة عملنا مربى المشموش وبتنجان ومزهر وموارد، كنا نروح على بيروت كمان نعمل نشترك بمعارض ببيروت، وهون ما فيناش كمان بهالوضع نعمل معارض. عملنا اللي قالت اختي عنهم، بيعهم قليل منخليهم ليجي نصيبهم، شو بدنا نعمل فيهم؟ وين معايدين؟ فكنا ننزل على بيروت مش نازلين. من ميلة تانية عم تترقب محلات الحلويات الأسبوع الأخير ما قبل العيد، بلكي بتتحرك الطلبيات مثل ايام زمان. هلا الشوكولا للعيد حضرت، اذا ما باعت بيومين ثلاثه العيد بتضل عندنا كل الشهر شهرين، ما بيأثر بالعاده. ايه طبعا كنا نحضر قبل بشهر، يعني نحط بالفرايز البيوش نلفه والمواد الاوليه نشتري كميه. فاليوم ما اشتريت كتير بس ما عم بسترجع اشتغل حضرها يعني. لكن مهما اشتد الوضع الاقتصادي رح يبقى جوهر العيد بكوكبه موجود، ورح تبقى السماء تضحك مع ضحكات الأطفال. بعد التواجد الحمد لله كتير منيح. قلنا بالعادة نعمل معرض ميلاد، السنة أكيد ما رح نعمله لأنه ما في حركة، ما في استقطاب من ضياع أخرى، بس عم نحاول يعني نحافظ على رمزية العيد من خلال ريسيتال، حفلة للولاد، توزيع هدايا. ببستان العرايش هون اللي بتقول المراجع التاريخية إنه مرق السيد المسيح والعذراء مريم، كتار مرقوا تيتباركوا ووضعوا أمنياتهم على شجر الزيتون المعمرة. أما نحنا فأمنيتنا بهالعيد إنه يحل الأمان والسلام على اللبنانيين وعلى أهل الجنوب بشكل خاص.